المروحه بتاعتنا المفروض انها بتدور في مراوح بتبقى سرعه واحده، سرعتين، ثلاث سرعات كمان في بعض العربيات الالماني. فالمهم ان المروحه دي بتدور تقوم تخلي التبريد يبقى افضل، تمام. فالمروحه لما بتدور بتبرد بزياده او بتبرد درجه الحراره الزايده اللي بتبقى عندنا، والمروحه دي برضو بتدور في حاله ان انت شغلت التكييف فهي بتدور مباشره على طول. طيب ايه بقى المسؤول عن تحريك الميه في الدوره دي كلها؟ يعني ايه اللي هيخلي الميه تتنقل من قلب الموتور تروح على الريلاتير ومن الريلاتير ترجع تاني في القربه بتاعتنا هنا؟ مين المسؤول عن الحكايه دي؟ المسؤول عنها الجزء ده. الجزء ده يا جماعه ده اللي بنسميه ترومبه الميه، هي عباره عن زي موتور ميه بالظبط، بياخد هنا حركه الميكانيكيه بتاعته من على سير بيبقى مرتبط بتنبوره الكرانك بتاعت العربيه، تمام، اللي هو هنا ده. الجزء ده المفروض ان ده بيركب عليه السير بتاع الكتينه او سير التقسيمه بتاع العربيه، فهو بيلف يبدا ان هو يدور هنا المروحه دي فتبدا انها تقلب الميه وتدور الميه جوه دوره التبريد بتاعت العربيه بالكامل. هيتبقى هنا اخر جزئين ودول مهمين جدا برضو، اللي هي القربه بتاعت الميه. في عربيات اللي هي العربيات الالماني بتبقى متخذه الفكره دي اللي هي قربه ميه زي ما شايفين كده، تمام تمام. قربة المية دي اللي بيبقى المخزن بتاع المية في العربيات الألماني زي ما قلنا بيبقى ليها غطا وبيروح قافل هنا على طول ومفيش غطا ريلاتير تاني، يعني مفيش غطا زي ده تاني، تمام تمام. طيب ده الغطا بتاع الريلاتير، العربيات الياباني والكوري بتمشي بده والألماني غالبا بيكون ده، والتابع ليه يعني او المدرسة التابعة ليه بتكون لها قربة زي دي. في النهاية سواء النظام ده او النظام ده حذاري، وخلي بالكم ودي اهم حاجه بقى في الفقره بتاعتنا بعد النقطه بتاعه ترموستات الكوعه، ان حد يفتح الغطا ده والعربيه سخنه. ليه؟ لان الميه بتاعه الريلاتير علشان ما تغليش عند درجه حراره 100 فبنعرضها لضغط، لان زي ما عارفين السوائل كل ما زاد عليها الضغط كل ما قلت الدرجه بتاع يعني زادت درجه غليانها، يعني دلوقتي لما بضغط الميه بتزيد درجه غليانها، لو قللت الضغط عنها تبدا ان هي تغلي، وحتى ممكن انها تغلي في درجه حراره الغرفه لو قللت الضغط، يعني لو عملت الضغط الجوي بالسالب تبدا الجزيئات بتاعه الميه والذرات بتاعتها تتحرك اسرع وتبدا انها يبقى لها مطلق الحريه، مفيش حاجه مغطاه مفيش حاجه كبسها في بعضها، تبدا انها تغلي في درجه حراره جو الغرفه. فلذلك بيبقى في المنظومات دي بتبقى شغاله تحت ضغط، الضغط ده بيبقى مكتوب هنا على الغطيان دي. هوريكم هنا، يعني هنا مكتوب اهوت 9 من 10. يعني مكتوب هنا تمام اهوت كده باين اهو. تمام، ده كده يعني هو بيشتغل عند ضغط 1 ضغط بار، يعني 1 ضغط جوي، يعني الغطا ده بيسد لحد 1 ضغط جوي. الغطا ده يا جماعه بقى مش مجرد غطا، الغطا ده مش مجرد غطا، الغطا ده منظم ضغط. لما الدوره يوصل فيها او زي ما شايفين كده اهو، وهنا برده نفس القصه في الناحيه الثانيه بس هنا مش باين، تمام. المهم منظم ضغط، لما الضغط بيزيد قوي جوه الدوره يبدا ان هو يخرج الضغط ده بره، لما الضغط بيقل يبدا ان هو يرجع الميه تاني. مهم قوي 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 الجزئين دول، ودول يتغيروا برضه بصفه دوريه، وبرضه دي بتتغير بصفه دوريه، تمام. كل 140,000 خلينا كل 80,000، والغطيان دي خليهم كل 150,000 اتغيروا، اتفقنا؟